السلام عليكم اخوات، كنتمنىكم تكونوا مزيانين. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الملاقيه كتجي غزاله في قفطان خفيف، كنتمنى تعجبكم. بدايه كنحتاج الحرير مبروم على جوج ديال الشعرات وابره رقم 9. كنثبت الحرير على الثوب وكنضرب، كندير الدائره الاعلى وكندير الضربه الثانيه وكندير الدرس ديال جوج. كنخشي الابره هنا وكنضرب جوج دلويات. دابا كنخشي الابره هنا وكنرجع فيهم باش كنكون الدرس واحد. هكا دابا غندير الضربه في الثوب وغنخشي الابره في هذا الخويط. ودابا غنضرب هذا الراس باش كندير الدرس ديال جوج. دابا ملي كملت الدرس ديال جوج كنخلي الحرير من الاسفل وكنحبك عليه هكا جوج. الثالثه وكنضرب الغرزه الاخرى بهذه الطريقه. دابا كنضرب في الثوب وكندير درس اخر بنفس الطريقة، كندير الدرس جوج مغلف. كنوجد اللويات وكنرجع فيهم ثاني. كنضرب في الثوب وكندير الدرس واحد وكنجمعو مع الدرس الاخر باش كيتكون لي الدرس ديال جوج. هنا كنرمي الحرير للاسفل وكنحبك، كنحبك ثلاثه ديال الحبكات وكنضرب الغرزه الاخيره هكا. دابا كنضرب الغرزه الاخيره وكنبقى ماشي بهذه الطريقه حتى كنكمل الجهه الاولى ديال القفطان او الجلابه او الموديل اللي بغيتي تخدميه. هنا من بعد ما كملت الجزء من الطول ديال الجهه الاولى كنقلب الثوب للجهه الثانيه وكنثبت الحرير قبل الدرس الاول وكنجي كندير نفس الطريقه ديال الدرس الاول كنطبقه في الجهه الاخرى. على هذه الطريقه كندير الدرس الواحد ثاني، كندير حداه درس واحد اخر وكنجمعهم باش كتكون لي الدرس ديال جوج. هنا ملي كنكمل الدرس ديال جوج ما كنحبكش عليه. هنا كناخد العقيق اي لون بغيتو، انا خديت هنا الذهبي هكا وكندخل الحرير مرمي للاسفل الدائرة الأسفل وكنضرب فيه، كنضرب في الدرس اللي قبلته المقابل ليه وكنخشي الإبرة في وسط
لقيق وكنحبك. كنتمنى الفيديو يكون واضح وباين. دابا كنحبك عادي وكنضرب الضربه الاخيره. ملي كنضرب في الثوب ثاني كندير الدرس ديال جوج بنفس الطريقه، درس واحد زائد درس واحد كيكون لنا الدرس ديال جوج. هنا كنستمر بنفس الطريقه، كندير الدرس ديال جوج بدون ما كنحبك حتى كنربطو بالجهه الاخرى، عاد كندير الحبيك.